السلام عليكم رحمة الوالديكم، بس وصلونا هذا الفيديو وصعدوا خليه يوصل للمحافظ. اليوم جمعة شهر العاشر يوم 15، باع الشارع هذا الشارع من 2019 لحد الآن. هذا هيجي الصبح من تجه للمجاري ينزل، والعصر يصعد، وبالليل يصعد فوق الرصيف، كلش فوق الرصيف يصعد. نريد المحافظ يشوف لنا حل لهذا الشارع المستطيل التميم يم جامع المصطفى، هل يشوف لنا حل لهذا الشارع. والله موتني، اسمه شارع ابو البلم، كلها تعرفه، المجاري كلها تعرفه. هذا الشارع شارع ابو البلم باع، والله طاح حظنا من هذا الشارع. باع الناس حاطه غطاسات على مود يسحب الماي من بيوتهم. هذا باعوا للشارع المستطيل، شارع ابو البلم كلها تعرفه. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق عندكم ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بنا من زاخو إلى الفاوب أي لحظة من لحظات البرنامج. أما من خارج العراق وأيضا من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعندكم ذني تليفونات اثنين وقبلها رقمين أربع أرقام للاتصال فقط. أما هذا الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة هنا، هذا رقم الواتساب، كاتبيكم أنه للمشاركة عبر رسائل الواتساب. هاي الكلمة يعني ما أقدر أستقبل فيديو، مكالمة صوتية، عفوا مكالمة، رسالة صوتية، أي شيء آخر عن طريق هذا الرقم. هذا الرقم فقط مخصص للرسائل، أنه بحيث إذا ما قدرت تتصل بينا على أرقامنا الثانية تكتب لنا رسالة على هذا الرقم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. العالم كله يعرف اللي صار بالعراق في 10/10/2021. كل العالم شهد على فشل العملية السياسية أو منظومة المحاصصة الطائفية بالعراق. كل العالم شهد أنه الشعب العراقي نطى رأيه وبقوة، أنه 85% من أبناء الشعب العراقي رفض يدخل إلى الانتخابات. لكن إحنا اليوم البلد، شلون هذا البلد صار أفقر بلد بالعالم؟ هذا البلد اللي بيه خيرات، هذا البلد اللي بيه نهرين، هذا البلد اللي بيه نفط، هذا البلد اللي بيه احتياطي يعتبر من أكبر احتياطيات العالم، هذا البلد اللي بيه معادن، هذا البلد اللي بيه تربة، هذا البلد اللي بيه ثروة سمكية كبيرة، هذا البلد اللي بيه ثروة من التمور ما موجودة بكل بلدان العالم. هاي الثروات اللي موجودة عند البلد اللي تخليه يعتبر من أغنى بلدان العالم، داعش وقت قبل 2003. شلون أصبح هذا البلد 40% من أبناء شعبه يعيشون تحت خط الفقر؟ شلون أصبح هذا البلد أكثر من 48% أميين؟ شلون أصبحوا أبناء هذا البلد نازحين بمخيمات ومهجرين عن بيوتهم؟ شلون أصبحوا أبناء هذا البلد ما عندهم قدرة أن يجيبون قوت يومهم؟ فهذا سؤالنا اليوم. خدمات العراق وين؟ وخيرات البلد وين؟ وأموال البلد وين؟ وهذا البلد الغني شلون تحول فقير؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. سؤالك والله سؤال حلو اليوم. نعم. بس هذا المفروض السؤال نوجهه للسياسيين، نسألهم إحنا كشعب، نقولهم هذا البلد اللي متروس خير وين؟ وين ودنيته؟ وين؟ يرحم أبيك إذا إحنا تحت حرامية وسراك. والله هذا البلد لو بعد خيرات أكثر النوم على هيش حرامية شي ظل بيه. عم إحنا مو والله عايشين ترى بالقدرة إحنا كشعب عراقي. نعم. واني أوجه هذا السؤال إنه بالشعب العراقي، أقول له يا شعب يا مبروك، تنتظر بعد أنت، تنتظر بعد من هاي الحكومة شنو هو؟ وين يوصلوننا بعد؟ يعني بوق ليل ونهار السياسيين متكاونين بيناتهم، وانت تسألني على الخدمات، عم يا خدمات اي خدمات؟ هذا الشعب
الشعب اللي تعبان، الشعب الجوعان، هو والسياسيين بيناتهم، هذا يقول انا حصلي هالقد وهذا هالقد، والشعب قاعد ويتفرج. ابو عراق ما كافي الشعب، ما كافي. ابو عراق اذا تسمع لي عندي سؤال، تعرف احنا كقناه تلفزيونيه يعني هي واجبها ان تبحث عن الحقيقه. نعم. في احد حلقات صوتكم دخل لي احد المتصلين وقال انه محمد الحلبوسي عمر الفلوجة، ونتمنى انه باقي مناطق محافظة الانبار ان تكون مثل الفلوجة، وسمى لي قضاء صدقا ماذا اتذكر اسم القضاء بالتحديد، لكن هو الفلوجة، وقال لي اجمل مناطق العراق اليوم هي الفلوجة اللي ما تنقصها لا خدمات ولا تنقصها كهرباء ولا ينقصها ماء. فاحنا نوجه لك هذا السؤال، شنو ردك عليه؟ عمي أمانة الله ورسوله راح أحكي لك حقائق. نعم. هذا اللي جاوبه كان يدري قبل يمكن 3 أيام، اسمه أبو أحمد. نعم. عمي اطلع على مناطق، اطلع على جبيل، اطلع على حي الرسالة، إذا لقيت بيها تبليد وإذا لقيت بيها مجال حاسبني. جبيل أنت قلتها، هو قال قضاء جبيل. ألو اسمعني؟ أسمعك. إيش قال لك قضاء جبيل؟ إيه قال أفضل خدمات عمي. موجودة اليوم بجبيل. عمي تروح بسيارة إذا قدرت تطب بجبيل حاسب لحساباني، حاسب لي علي هاي. نعم. الشارع الرئيسي أنا أقول لك إيه والله استغلوه. أما أكو مناطق عمي يرسى عليها والله العظيم، ذاك اليوم جيت بمنطقة يسموها حي الأرامل الأزرقية. نعم. والله من المي وقع عليهم البيت، وعائلة فقيرة، هي عائلة تعبانة. نعم. عم احنا ويا هيك ناس سراك أرامية، هذول انا اقول لك مستفادين من عندهم وجاي يطبروا لهم. نعم. ولا تعال عمي تعال اقترب مناطق، يا خدمات يا غيرها، قناتك تعبانة. نعم. شعب العراق وكله تعبان أستاذ العجيب. نعم. شعب العراق هذا مقرود، والله مقرود. نعم. بس احنا شو نقول، أملنا بالله كبير إن شاء الله. نعم. والله ينتقم منهم إن شاء الله كل من مديدة بالحرام على هذا البلد هذا. نعم. وأنا أشكرك أخوي. شكرا لك أبو عراق. أبو علي من أبو غريب، حياك الله يا أبو علي. أبو علي، أبو علي وياي، يبدو أنه انقطع الاتصال يا أبو علي. أتمنى يا أبو علي ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك حول ما يحصل اليوم بالعراق. يعني اليوم هذا البلد اللي يعتبر أغنى بلدان، يعد أغنى بلدان العالم ثروات النفطية وإمكانيات البشرية ومعادنا وخيراته والمياه اللي بيه وكل شيء، البلد اللي العالم كانوا يحزدوه على الخيرات اللي موجودة تحت تربته، اليوم هذا البلد اللي عنده هذا الغنى، من المفترض يعني من جوي هم يرفعون مبدأ الديمقراطية ووعدوا الناس وعود أنه الشعب العراقي راح يعيش في راحة، أنه يشوف العراق حال غير هذا الحال اللي يشوفه اليوم. فإحنا شلون نتحول هذا البلد إلى أفقر بلد؟ وأبو عراق سأل سؤال يقول أسأل للشعب، ايش تنتظرون بعد اكثر؟ ابو علي رجع ويانا، حياك الله يا ابو علي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله. حيا الله من قال، تفضل اخوي. والله يا عمي انت حكيت احسن كلام، قلت شفت الانتخابات وصدق جيت اشله. نعم. المفروض الانتخاب يعلنونها بيوم واحد لو بيومين، وهاي طولت 10 أيام، اتفقوا على مود ياخذون فلوس من البرلمانيين، ونفس البرلمانيين اللي صاروا بالوجبة الثانية وبعدين الوجبة الثالثة صاروا مال الانتخابات، وهم على نفسهم على قولتك صاروا وجاي يتنافسون على مود ياخذون فلوس من عندهم. مزايدة، العراق صار مزايدة بهذول الميليشيات
هذا بالبرلمان اللي كلهم فاسدين وما فيهم خير يقدمون اي شيء للبلد. اي شيء للبلد يعني الناس جونا امريكا هذول منين جابته؟ منين خلصتهم هاي اربع دورات بالانتخابات كل اربع سنين ينعادون نفس الاشكولات؟ يعني شلون العراق يعني العراق هيك يعني على قولت ابو المثل الفقير ما بي ناس يعني جربنا فلان وجربنا فلان وما قدموا اي شيء لهذا نعم يعني معقوله ينعادوا نفسهم؟ مو هم قالوا طب ليش جربوا؟ ليش عادوهم الاصطلاح؟ كلام الرافدين معقول و100% كلامك على راسي. والمفروض هذول البرلمانيين يباوعون على قلق الرافدين على فيخ جنون ويطعمون بالبلد. وهذول بيهم داء العظمة، هم هذول داء العظمة منبوذين الله كارفهم بالدنيا قبل الآخرة. اي يعني شلون يعني هيك ابتلى بيهم بلوى؟ يعني نفس الاسكولات يعني اللي انتخب له مرتين انتخب له مرتين وانتخب له غير رابع عادوها. يعني العراق يعني شلون يعني بشر من يطلع من العراق؟ حقا بشر من ينهزم من هاي الاسكولات اللي الله ذبها عنها من السماء للقاع من الحقوسي اللي يحكي على اسرائيل. انت وينك وين تراخك من تحكي على اسرائيل؟ وينك وين يعني صاير راسك الهجان لو مراد على مدار تحكي على اسرائيل؟ اسرائيل تجي وتلعب بك زين من جوابك؟ والله يعني المحبوبه عزبها علينا نتعرر من العبودية. حالنا حال الخليج يصير يعني واحد يحكي على إسرائيل، رئيس البرلمان يحكي على إسرائيل، أقول اللي رجعنا أنا أعتذر منك أبو علي بس حتى ما أخذ من وقت البرنامج، عندي متصلين كثيرين. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. أبو محمد من حديثة، حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك ابن عمي؟ صحتك أحوالك؟ نحمد الله على كل شيء ابن العم. عندي نقطتين ابن عمي أريد أعقب عليهم. تفضل. المفوضية أول واحدة هي الأساس الغلط من الأول للأخير. شلون؟ لأنه النتائج من عندنا النتائج المفروض ما تقول خلال 24 ساعة، تقول خلال 3 أيام أو 4 أيام وتشيك أمور إذا كانوا صادقين. صحيح صادقين ومضبوط وماكو غش وماكو تزوير، تنطي مجال 3 أيام 4 أيام 5 أيام أسبوع خاصة المواطن يكون يوقع الحقيقة. فطلعت هسه الانتخابات قالوا 24 ساعة قالوا انتخابات، هاي النتائج أولية. أسألك بالله أكو نتائج أولية وأكو نتائج آخرية؟ زين أنت صاحب البرنامج لو وأنا المتكلم، لو واحد فينا كان فايز اليوم بالنتائج الأولية بالنتائج الآخرية ثاني يوم يطلع نازل، لو أبو النازل يطلع صاعد، وين صاير هاي أخويا؟ ثاني شيء البرلمان هو جاب هذول المفوضي وقالوا نريد قضاء على أساس القاضي يكون عادل، وجاء قالوا نريد من الأمم المتحدة وجت الأمم المتحدة، وقالوا نريد من الجامعة العربية وجت الجامعة العربية. ابن عمي هذا الحال الله وكيلك، بس برلمان العراق هو يقرر الرواتب إليه. أكو بحاجة شايف برلمان يقرر راتب البرلماني 40 مليون 50 مليون؟ وين صاير هاي عمي؟ أنتوا ليش ما تقررون راتب المتقاعد 700,000 أو 800,000؟ ليش ما تقررون قولوا يا من عندنا خدمة مثلكم 4 سنين 5 سنين 10 سنين قاعد 15 يوم إلا شهر ما تنطوا تقاعد؟ وين صاير هاي ابن عمي؟ ثاني شيء احنا واقعين الدوامة ابن عمي ارجوك انت تسمعني. نعم. هاي الدوامة الفتنة الطائفية راح نوقع بها، واحنا عمي بعد ما عندنا قلب اللي يتحمل قرصة قلوبنا عمي. جابوا لنا داعش وجابوا لنا ماعش وجابوا لنا الدنيا فلشوا بيوتنا،
وفشوا محافظاتنا ويتهمون والله قال المظاهرات اللي صارت بالانبار. عمي المظاهرات بالانبار اللي صارت ما طلبوا فتشي، ما قالوا فتشي، قالوا نريد حقوقنا المسلوبه، وأبو التحرير طلع قال نريد حقوقنا المسلوبه. زين عمي رجعوا حق واحد، يرجعوا مهجر من 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 اللطيفيه، المهجرين عمي مليون وكسر باقي المهجرين. احنا كنا قبضنا بالحكومه، ولا تنسى عمي ابو البارحه كانوا بحرب القادسيه كانوا يقاتلون ويا ايران عمي ضد الجيش العراقي. معقول هذا يخدم البلد؟ معقول يخدمنا؟ لا والله ما يخدمنا ابن عمي. لا والله ما يخدمنا. هو الله على الظالم وان شاء الله الله على الظالم. عمي هاي مو 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 حكم. عمي خلي يقولون باكر البرلمان ماكو رواتب. يقولوا النظام السابق ظالم. خلي يرجعون البرلمان على النظام السابق. ماكو رواتب. شوف منو اللي يذابح؟ يذابحون براتب عمي. عمي اللي يذابحون على الكعكه، يذابحون على الخمسين، ويذابحون على تعقيب المعاملات، وكلهم صاروا مقاولين عمي، معقبين معاملات عند 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 الشعب. نعم. عمي اتقوا الله. اتقوا الله. وين مدينا عمي؟ وين تودونا النواب؟ وين تودونا عمي؟ نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو محمد. بس ابو محمد اكو شغله، يعني في كل انتخابات العالم اكو نتائج اوليه واكو نتائج نهائيه، لكن الانتخابات النزيهه او الانتخابات اللي تصير في كل دول العالم تجد انه الانتخاب يعني النتائج الاوليه اللي تظهر في الساعات الاولى او في الساعات الاولى من العدوى الفرز اللي تبين مثلا المحصل على اكبر عدد من الاصوات، وتستمر هاي الحاله ممكن تتغير بين مرشحين اثنين متقاربين في الأصوات، لكن النتائج الأولية تعطي أرقام والنتائج النهائية تعطي غير أرقام، وتلقي الخسران فايز. هنا تساؤلك بمعلة شلون تغيرت هاي النتائج، بحيث أنه بالبداية بينتوا أنه هذا خسران وذاك فايز، وبعدين انقلبت الآية الفايز طلع خسران والخسران طلع فايز، وأكو هواية من الأناس اللي رفضوهم الشعب العراقي. يعني أنا تساؤل أوجه إلى أبناء الشعب العراقي وأبناء البصرة، أسعد العيداني محافظ البصرة اللي أنتوا رفضتوا أن يكون رئيس وزراء العراق قبل مصطفى الكاظمي، شلون حصل على 17 ألف صوت أو 18 ألف صوت بهاي الانتخابات؟ أبو زينب من النجف حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رئيس لجنة المراقبين الدوليين. نعم. مو العرب ولا العراقيين. لما راح من هناك طلع من العراق وراح رجع على الأمم المتحدة، قال هذه الانتخابات لعام 2021 هي أسوأ انتخابات مر بها العراق منذ تأسيس الحكومة العراقية العراقية عام 21. يعني خلال قرن كامل أسوأ. في عام 2018 الانتخابات اللي صارت والتزوير اللي صار هم يقولون 90%، وكل المراقبين قالوا ما وصلنا 18%، مخالفة لكل قوانين الانتخابات في العالم، لأن بالنسبة يقول لك لا 90%. نعم. هاي السنة 12%. طيب يطلعون بعض رؤساء الكتب نفسهم الموجودين بالسلطة بسدة الحكم من 2013 هم نفسهم جايبون اكو تزوير. زين وين طلعوا من دول الفائزين 20 وامتداد وغيره، وراوا الناس بعدة قنوات على تويتر وآسيا وغيره، قال له شوف هاي الارقام الموجودة، هاي الارقام الموجودة اللي تطلع بالجهاز الالكتروني، انا هني صوت. قال له اسال المفوضيه يقولوا لك 5000، يقول لك 4000 وين؟ يا ابو هاي مالتكم. ويطلع رئيس المفوضيه يقول الارقام بالتصويت الخاص والتصويت العام مطابقه. يا ابو شلون مطابقه وهاي؟ او ورقات يلقوها بها اسمي، اذا اسمي انتم حد باطنه. واذا حتى لو اسم واحد وصحيح بس انتم حد باطنه. يعني عمليه مقصوده. النقطه الاخرى المهمه، ليش رفضوا تصويت العراقيين الموجودين في الخارج؟ ها؟ نعم. اللي هذول يشكلوا نصف الميت فيهم، فد 5-6 ملايين مهاجرين في كل الكره الارضيه. فعملية عمليه ابتزاز، وبعدين نفهموا الرساله ان الشباب لا يتجرب
وأنكم دمرتوا العراق 18 سنة، يعني مجرد غيرة، غرة أخلاق شوية نستحى. أنه إذا في أرسلتوا 3 تريليونات دولار من 2003 ما شبعتوا؟ مو كافي عمالة؟ هذا سأترك هو وأترك السماوات والأرض، ما يخجل من نفسه؟ بس يقول لك ولكن لا حياة لمن تنادي، وأنا أقول ولكن لا حياة لمن تنادي. والسلام عليكم. شكرا، شكرا لك أبو زينف. أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. أبو علي انقطع الاتصال يا أبو علي، أتمنى يرجع لنا. طبعا يعني أعلى شيء الشعارات اللي انطشت بالانتخابات الأخيرة، يعني تقول مثلا ضمانا لمستقبلنا. قبل شوية لما كان أبو زينب بدأ يتكلم كانت أكو فيديوهات طلاب مدارس، إذا انتبهتوا عليهم زين الفيديو، يعني من تشوفون الطلاب بالفيديو اللي ظهر على الشاشة اللي أنا طالع عليها هسه، قاعدين بالساعة متربعين بالقاعدة يمتحنون والأوراق بحضنهم قاعدين يكتبون عليها، أو صف كل 3 أو 4 قاعدين على رحلة، رحلة اللي تشيل طلاب 2. بزمن الحصار ما شفنا هذا الشيء، بزمن الديمقراطية شفنا طالب يقعد بالساحة جوا الشمس. يعني احنا السؤال اللي نسأله، هذه وحدة من الخدمات، مدرسة مسويها من جملون كاتب لي العلم نور والجهل ظلام، زين اهتم لي بالمكان اللي انت كاتب عليه هاي المقولة، واهتم لي بحال الطالب حتى الطالب يعرف يدرس، مو يصير تسرب من المدارس 40%. وايضا يعني يقول لك البلد اللي هو الاغنى بثرواته، معدل الفقر اليوم بالعراق تضاعف خلال الاعوام الاخيره، وصل 40% من مجموع سكان 40 مليون انسان، يعني اذا نحكي على 16 مليون وازود شويه. ابو علي من الناصريه رجع لنا، حياك الله. الله يسامحك ويا شباب مشتاقين، عاش الشباب ويساعدك يا غالي. نحمد الله على كل شيء. شكرا، الله يخليك، الله يخليك، احمد الله وجهك، الله يخلي هذا الاذاعه. الله يسلمك. والحال شو احنا نحكي الحكي الهواية ما يسوي شيء، ذولا تمشي. الحل الثاني ان الشعب يقوم بيهم تدشني او يسحلهم او يخلصنا من الجيران، ذولا يندون يعني على طاقه الثوره الاسلاميه، الثوره الاسلاميه هو ما تقتل الناس، الاسلام ما هي الناس، الاسلام ما هي السنة، يعني اكو ناس اخذ بها حتى بالسجن، يعني ما تسوي شيء اكو ناس، يعني شني عداوات. الرسول ما يحب العداوة، الله يعني هو خالق ام وحده مو صحيح، يعني هم ذولا لما نزلوا الاسلام اولا قالوا الشيعة من ضمن الحضارات، قالوا ذولا من داعش، بالرمادي قامت العالم، يعني اخواننا زين السنة مظاهرة عم عادية قالوا ذولا ارهابيين، زين انتم مو ارهابيين، يقتل بالخاتم الصوت بالاطول يجي يطل ذولا ماكو، يطيهم حبوب وذولا ماكو، او يطيهم فلوس او يقتلون الناس، هاي الشباب زين هذا مو ارهاب يا استاذ، يعني بالخاتم الصوت جماعة المالكي وجماعة العصائب هذول يقولوا ما يخافون من الله، مو بشرعب وتبشين الله يسوي لهم انتقام، ينتقم من أدم ذولة، عم ذولة مو بشر، هذول قرودة ما احترمهم. نعم نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك ابو علي. يعني اليوم يعني مثلا واحده من الشعارات، واحد اللي ناشرها قبل شويه اللي طلعت على الشاشه كاتب هزيمه داعش، ما اعرف يا هزيمه، هزيمه داعش ولحد الان يعني هم دا يعتقلون الناس بالضلوعيه او بالراشديه او بالطارميه بحجه انه داعش موجودين، ولحد الان يقولون فلول داعش وفلول داعش، وداعش لحد الان شن هجمات في بعض مناطق العراق، وين الهزيمه بالموضوع ما يدري. لا وبصفها كاتب إعادة الثقة بالعراق، زين إعادة الثقة بالعراق، إنه طلع العراق من يعني من
تصنيف الأمم المتحدة أو اليونيسيف للتعليم من الشفافية من النزاهة من كل شيء. اليوم العراق يتربع على عرش الأسوأ في كل شيء. كان العراق يتربع على عرش تصدير التمور بالعالم لمدة أكثر من 30 سنة، على النفط، على التعليم، أكواية أمور كان العراق متقدم بها. اليوم العراق متقدم في كل شيء في الأسوأ. أسوأ جواز، أسوأ مدينة للعيش بغداد، أسوأ حياة بالنسبة للعالم، أسوأ نظام تعليمي، أسوأ نظام، هواية أشياء. اليوم الأسوأ 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 هو النظام العراقي. عندنا أبو علي، أبو نضال، أبو نضال حياك الله أخوي أبو نضال. أبو نضال انقطع أخوي أبو نضال، أتمنى ترجعنا أبو نضال حتى نسمعك. فاليوم يعني هذا السؤال اللي احنا نوجهه، نريد نعرف ليش، او انتم كمواطنين شنو نظرتكم عن الحال اليوم اللي موجود بالعراق؟ ليش هذا البلد اللي بيه هاي الخيرات، ليش هذا البلد اللي بيه هواية اشياء تغني عن كل بلدان العالم، ارض خصبة، يحتوي العراق على ارض خصبة، معادن، عندنا معادن، معامل، عندنا هواية معامل. يعني بس المعامل اللي كانت تشتغل قبل 2003 حسب وزير الصناعة الاسبق يقول اكثر من 5000 معمل، كل معمل يعني يوظف له أكثر من 100 و200 موظف أو عامل أو مهندس أو فني. زين، صناعة يعني أكو مقدرة أنه يكون العراق عنده صناعة محلية. زين، ليش اليوم إحنا الأسوأ في كل شيء؟ ليش البلد فقير؟ ليش 40% من الشعب العراقي فقير؟ أبو عبد الله من بغداد حياك الله. أبو عبد الله، ابو عبد الله تسمعني؟ ابو عبد الله. نعم، حياك الله اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله اخويا. حياك وحيا رعاية القناه في فلسطين، كل قناه تشكي بهموم العراقيين. حياك الله اخويا. كل قناه تشكي بهم العراق اعطى تاج على راسه. سلمك ربي. هاي استاذ رفعل، هاي الدوام اللي احنا بيها تفضلنا بيها امريكا من سنة 1968 تقبل الله العلي العظيم. ايه قلت له بهذا المطب، انا قلت لك انت تقتلني وانا اتبعك وانت تذبح، يعني ايها امريكا وربع امريكا واعداء العراق من صهاينة الى غير الصهاينة، يعني كيد واحد ياكل الاخر. أشهد عدم المفاهمة بين العراقيين من كافة الطوائف. شلنا قبل ما نعرف هذا شنهم ذاك منهم، ناكل بقصعة، شلنا في زمن القديم ناكل بقصعة، ما نعرف هذا منين وذاك منهم، تقبل الله. شتنا أمريكا وأعوان أمريكا لعنة الله على أمريكا، شتتتنا، سوت هذا أحمر ذا كفة، هذا أجر ذا كفة، وشنو الحصلنا ثرواتنا وخيراتنا تاكل بيها أمريكا وربع أمريكا والشعب العراقي حصيدة على خد. يومين طلعت النتائج الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة، شكرا لك أبو عبد الله. أكو هواية ديدزولي رسائل على الواتساب واتصالات على الواتساب. أخواني الأعزاء، الاتصالات مو على رقم الواتساب، عندكم ذني رقمين تشوفوها أمامكم هسه، ذني من داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدر تدق على واحد من ذني الأرقام الاثنين وتحصلنا بالبرنامج. اللي عايشين بالخارج من العراقيين يريدون يشاركون بالبرنامج، مو ذني الرقمين، اكو رقمين ثانيه كاتبين هنا للمشاركه من خارج العراق، تقدر تتصل بيه على واحد من الارقام التاليه، ذني الرقمين. اي عراقي او اي مواطن او اي عربي من اخواننا الاعزاء الاشقاء العرب اللي يتابعون قناه الرافدين يقدر يشاركنا على واحد من ذني الارقام الاثنين. ابو علي من لندن حياك الله ابو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حبيبي أنا جاي أشاهد البرنامج. أي. وجاي أشوف يعني فيديوهات تؤلم، يعني أطفال قاعدين بالقاع. نعم. يقرون زين. ما أعرف هاي ما صايرة حتى مع احترامي أهل الصومال. أنا أقول دول اللي يسمون نفسهم سياسيين الصدفة. هم دعارة دعارة دولة، يعني دولة ما أعرف
دول شو يقولون نفسهم؟ دول شو يقولون نفسهم؟ والله دول أفسق بشرية على وجه الأرض، هاي الأحزاب وهاي الميليشيات. والساد دور المشكلة، يا هل يجي ويطلع يهدد الشعب العراقي، يا هل يجي ويطلع يهدد العراق ويحرق العراق، يحرق العراق، الحشد الإرهابي يحرق العراق، تيار الإرهابي يحرق العراق، حزب الدعوة الإرهابي، مجلس لك بابا انتو شنو من ملة انتو؟ انتو أفسق وأفسد ما خلق الله يا مجرمين يا قتلة. انتو لو عندكم ذرة إنسانية، لو عندكم شرف، لو عندكم ما عدم عمي كل شيء ما عدم، والله العظيم على هذا الغلط الناس جاي يغلطون عليهم ثاني يعفون يعفوا ويستقيلون. دول عملاء خونة الإيران، دول خونة الإيران. ما على الشعب العراقي إلا ما أن يثور، كون ثورة عارمة ويطبون للخضراء ويسحوا لهم بالشوارع. عمي دول بيفيدوا ياهم، دول راح يحكمون العراق 100 سنة. الله وكيلك إذا الشعب العراقي ما قام ويثور على دول الميليشيات العصابات ما تقوم لنا قيامة، ما تقوم لنا قيامة. هذا ملخص الكلام. اترك الكلام السياسي واترك المحاضرات والمناظرات والمؤتمرات، ذولا اذا ما يستحلون بالشورع ما يطلعون من العراق. عمي مليارات الدولارات، عمي مليارات الدولارات مستفادين، ما يعفوها بسهولة. عمي ايران الارهابية جاي تدعمهم، جاي تدعمهم ايران خامنائي القدر جاي يدعمهم، ما يطلعون من العراق. عمي انا انصح الشعب العراقي، قوم عمي ثور ثورة عارمة زين، وطب للخضراء سحولوهم بالشوارع، وشكرا. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو عبد الله من بغداد رجع ويانا مرة ثانية، قول ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ انا صاحب مولدة اهلية من 2004 لحد 2012. نعم. الله يحفظك استاذ، شلونك استاذ؟ هلا بيك اخويا ويحفظك. الله يسلمك. انا صاحب مولده اهليه من 2004 لحد 2012، ما لا المواطن لا ويا مجلس البلدي ولا ويا مدير الناحيه ولا اي شيء. نعم. ملتزم كافه الشروط والضوابط، وتعرف انا واحد ملتزم، ها ما حد يقول لي يا بنت ايش تسوي ما تسوي، صح لو لا؟ نعم. تعال ب 2012 رئيس مجلس محافظ بغداد السابق كامل الزيدي وولد أخوه أحمد ومحمد ضباط وراء ضبكته يطلعون مولدات حكومية. شلون يعني يطلعون مولدات حكومية؟ مولدات حكومية من الطوهب 2012، لأي واحد يريد بمولدة حكومية يطوها له. زين. أكو ضوابط، أكو ضوابط بالعراق كله والمحافظات 500 متر مربع على تنصب مولدة. زين. جيبوا المولدة وخلوها بعد علي 15 متر، هذا مخالف القانون. لما نراجع مدير الناحية قال له تعال مهندس كريم شلون جايب المولدة هنا؟ قال له استاذ جاني أمر من فوق من كامل الزيدي رئيس مجلس محافظ بغداد خلوا المولدة هنا. تعرف هذا قطعا يقول قطع العناق ولا قطع الأرزاق، وهذا مخالف القانون. واتبع القانون رئيس مجلس محافظ بغداد السابق كامل الزيدي. زين انت من خليت المولدة وخالفت القانون وقضى ضوابط 500 متر مربع لتنصب المولدة. زين زين انا شو اسوي؟ رحت المجلس البلدي قاطع 9 نيسان لمحمد تاغي الطريشي، قلت له استاذ هذا مخالف القانون. قال احنا ما قابلين، بس عمي هذا المكالمة جت الصبح، مكالمة الساعة 8 من كامل الزيدي يقول هاي المولدة راجعة لي. تعرف يصير تنافس، والتنافس ما حد يرضى، يعني ما حد يرضى لا الله ولا محمد ولا علي. تعرف يعني يقول قطع العناق ولا قطع الأرزاق. صار التنافس أنا وأبو المولدة المخالف للقانون 7 سنين. راجعت مجلس البلدي وقاطع 9 نيسان وقاطع ولجنة الطاقة بالمحافظة كلهم اعطوني كتاب تزكية ملتزم كافة الشروط والضوابط. خليت محامي قمت دعوة، كتبت الدعوة قرار من جانبي 3 مرات قطعي إزالة المولدة الحكومية خلال 72 ساعة. نعم. أطلع المحكمة التنفيذية
لابو المولده يشيل تليفون كامل على ابو المحكمه التنفيذيه ارجع هاي المولده لي. زين منو صار الضحيه؟ الضحيه انا صرت الضحيه، انا مواطن صرت الضحيه. ليش؟ ليش يحاربني برزقي؟ وليش ماكو قانون؟ زين اروح للمحكمه العفو اروح العمليات بغداد اطلعهم ينفذون القرار؟ ما يتنفذ القرار استاذ. نعم. زين شنو الحل؟ الحل بقيت اروح بوكاني وما خليت واحد ما نقلت على كامل الزيدي. اروح الشيخ عشيرة العام ورحت الشيخ فخذه ورحت دقيت بابه طبيت له جوا للبيت يقول لي شو تريد؟ هذا موظف عندي تريدني ابدل ابدله؟ انا ابدله بس قماش بصف قماش كلنا ناكل رزقه. زين هو قماش له قانون بس قل لي. زين طلعت فشلان انا طلعت فشلان من يمه واخذ السيد وياي البيت وطلعنا انا فشلت وطلعت وراها اتجهت على الاعلام طلعت قضيتي بالاعلام 10 قنوات صوره وصوت. زين وين اذاعه السومريه اروح لها؟ اجت بالمشتل اجت ببغداد اجت قناه العهد اجت قناه كل القنوات. اريد واحد ينصرني انا مظلوم ينصرني مافيا اخي. زين ليش انا خسرت مالي؟ كل شهر اخسر لي 7 ملايين 8 ملايين 10 ملايين اخر شيء 7 سنين خسرت 250 مليون والمولده ما تبعتها. زين غير اكو قانون يدزون علي يقولوا لي عمي هذا شلون ظلمك الشخص وعندي اوراق نشرتها بالجريده الكامل الزيدي ما خليت اذاعه ما حتى رحت للمحكمه التنفيذيه اشتكيت عليه ما شكوني. استاذ يعني شنو الحل؟ بس قل لي انا ضحيه صرت الكامل الزيدي. زين انا ما اعرفه هو بيتهم بحي الامان استاذ بيتهم بحي الامان واني بيتنا بالامين الثانيه جابه من حي الامان علي اللي جاي استاذ. ايش يقول هو؟ يقول استاذ يقول هو اجتني شكاوي المواطنين انت مستغلهم. زين انا لا مستغلهم شلون مجلس البلدي امانة الله ورسوله مجلس البلدي يعطيني كتاب تزكيه ملتزم كافه الشرط والضوابط وعندي كتب مختومه من مجلس البلدي ومن مدير الناحيه والكشف المولد الصحيح تبعد عني 750 متر مربع استاذ. زين ليش يحاربوني هيك استاذ؟ ها؟ نعم. ليش؟ حلال حرام. زين وهو يمشي على طوله واني ما خليت على حالي حال. زين بعت الاول والتالي. زين والتالي حتى المولده مالتي رزقه بعتها. زين يعني اكو جهه انا اشتكي انتو هسه الاعلام يقول الاعلام القانون الرابع شو يقولون عليه الاعلام؟ السلطه الرابعه. ها؟ السلطه الرابعه. راح السلطه الرابعه رحم الله والديك. انا لمن اروح اشتكي واطلع حقي من هذا الشخص؟ لمن استاذ؟ نعم. زين ليش يعني استاذ؟ زين بس حاكيني يقول لي انا ضحيه صرت مال ذولا بالدوله. نعم. ليش نعم. استاذ؟ نعم. انا من حق مواطن ورد اعيش. انت تحاربني برزقي ها؟ نعم. وما خليت واحد بالدوله ما رحت للاستاذ، ما حد نصرني. زين؟ ما حد نصرني. نعم. ابو عبد الله شكرا لك لاتصالك، هي هاي واحده من مشاكل ابناء الشعب العراقي لانه فعليا اليوم اللي دا يصير بالعراق هي محاربه بالارزاق ومحاربه بكل شيء. فاللي دا يصير من المفترض انت من محصل قرار وثلاث مرات تقول انا محصل قرار واكو محكمه واكو قانون وهم يقولون انه اكو دستور واكو قانون، من المفترض اذا هم يحتكمون للقانون القانون يمشي على المسؤول ويمشي على المواطن، من المفترض هذه لو كانت الدوله تحترم نفسها. لكن واحده من مشاكل الدوله العراقيه اليوم انه شكو واحد قعد على كرسي ورفع خشمه قام يحصل، والدليل الاعتداءات اللي تصير على الشرطة، الضرب اللي يصير للمواطنين، اعتداءات من قبل حمايات، مناوشات بين حماية نائب وحماية نائب ثاني. فهاي الأشياء كلها المفروض ما موجودة لو كان أكو قانون يعلو فوق كل شيء. بس يعني أنت تقول أنا التجأت لكم شنو اللي أسويه؟ إحنا اللي علينا أنه سمعنا مظلوميتك لكل أبناء الشعب العراقي ولكل متابعين قناة الرافدين على كل وجه الكرة الأرضية. نتمنى أنه القضية اللي أنت تكلمت عنها واحد من اللي عنده سلطة يسمعك
ويعينك بها. أبو أمجد من الأنبار حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. احنا من شمال بابل. احنا حياك الله اخويا. مثلا صارنا 7 سنين لحد الان قضيتنا متكتمين عليها. جرف الصخر؟ اذا امكن ابو امجد نصيل صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اغاتي. ماشي. اي. وهسه انطارت قضيتنا. جرف الصخر قصدك غير؟ لحد الآن أبو أمجد يعني هو حقكم أنه ترجعون إلى مناطقكم، لكن أريد أسألك سؤال. هي المنطقة اللي مدى يقدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يطبلها شو راح يرجعون لها؟ والله يعني إذا ما رجعون بديل يعني يعوضون يعني يعطونا جنسيات ما غير ذلك لنا نروح لكتهم بالعام. نعم. اي نعم، احنا جي محمد الحلبوس هنا وجت ابلاس خاص هنا وقلنا يعني ترجعونا انطونا جنسية اي دولة روح ما عندنا شكال من هنا يعني تكون يعني نظيفين وعوائد واطفال وشباب ما عندنا يعني تصير في ناس نظيفة وناس بسطاء. نعم. اي نعم. نعم. فاحنا لا حول ولا قوة بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل والظلم ما يكون. نعم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة اخوي العزيز. ابو امجد من اهالي جرف الصخر نازح الى محافظة الانبار، طلع على شاشة رافدين ويقول اني اريد حقي بالعودة الى منطقتي وأرد أرجع إلى ديرتي وأهلي وناسي، وهو حق وحق كل مواطن نازع ومهجر من ديرته نتيجة أنه أكو تقاعس من قوات الجيش العراقي التي كانت تحكم تلك المنطقة، أو من عفوا مو تحكم، اللي كانت تدافع عن تلك المنطقة قبل دخول تنظيم الدولة الإسلامي داعش الإرهابي. لكن اليوم بعد ما المفروض أنه هم انتصروا على هذا التنظيم وحرروا تلك المناطق، يعني معناته ماكو داعي أنه أهالي هاي المناطق باقين برا. فأبو أمجد يقول ليش إحنا صارنا 7 سنين ما نقدر نرجع إلى ديارتنا. علاء من البصرة حياك الله يا علاء. الله يحييك، حياتي لك وللكادر. حياك الله وبياك أخوي العزيز. الله يسلمك. يقول لي حرام، ويقول حرام من ضاقت أصواتي. نعم. وأنا من الفقر والظلم شاولا مالاتي. نعم. يعني العراق ما يستقر لحد ما تطلع العمالة والمرتزقة. نعم. الأخ أبو عبد الله يقول أنا يأخذون المولد ويأخذون بيتك، لأن بلد دولة ماكو، بلد منهوب، فعادي عندهم هاي الأحزاب والمرتزقة العمالة. نعم. ما أعرف يعني، والحلبوسي مدري الخنجر مو يقول رجع جرف الصخر. احنا ما نقبل على الظلم، لا الجنوب ولا غربية ولا غيرها، ما نقبل على الظلم. اذا اكو ناس مظلومة وعدها ما مطلوبة، خليه ليش ما خليه ترجع؟ ليش يعني؟ مو الخنجر يقول رجعت الفلوجة بغنيته وما ادري شنو، وين هو الخنجر؟ وين الحلبوشي؟ ليش ما رجع الناس؟ ليش يعني قاعدة بالخيم؟ ليش؟ شنو ذا الناس، حتى الناس اللي بالسجن، حتى الناس اللي بالسجن شنو ذنبهم؟ يعني يقضي له 1 10 سنوات 20 سنة وهو بريء، لا داعشي ولا هاي. احنا ما نقبل على الظلم، لا قبلنا الظلم الزيم ولا قبلنا الظلم الاحزاب والعمايم. فاذا انسان مظلوم فمن حقك تطلع وتطالب بحقك، لا تسكت عن حقك. احنا ابتلينا بصراحه، خلنا اقول لك اياها في قناتكم حره، ابتلينا من ظلم الزيم الى ظلم الاحزاب والعمايم. هؤلاء الولائيين والعملاء ما يسلمون البلد مثل ما سلم، الحد ما سلم مثل ما سلم الزين. بال91 الزين تولاهم كحف عقب ما سوى اتفاقية مع الخيمة، ماكو تولاهم كحف بأسبوع واحد. ذول شردهم الإيران، صدام سوى شيء واحد، ذول الأحزاب عملاء إيران شي دفنهم وشي شردهم. الأكراد ما قصروا وياهم بصراحة، خلنا أقول لك إياها. الكويتيين والله العظيم لو ما تحالف الصهيوني كان طبعا الخليج، اقسم بالله. ورغم اخطائه ورغم احنا قبلنا حروب وجوع، بس والله العظيم بصراحه اقول لك يا اكو ناس
تتراحم على الزين. انت تقول بتقريرك تقول 40%، لا انا اقول لك ازيد، فقر الفقر ازيد من 40%. بس وين هاي الله يعطي الناس الخيره مثل وجهك ومثل هاي الناس الطيبه، تعطيك لحم، تعطيك دجاجه، تعطيك مصرف، ولا الفقير ما حد يبغى وقته. ابو عمامه هذا اللي قاعد بالنجف، اللي جماعه الكربلائي اللي شحتونه من الباب الفقير. اي ابو عمامه اي بطيخ، عذرا لهاي الكلمه بس اتكلم بصراحه، لا العمامه السنيه ولا العمامه الشيعيه، كلهم كلاوتشي. روح شوف الوقف السني والوقف الشيعي، مليارات، واللي يجي للفقير شحتوه من الباب. لا تعول عليهم. تحياتي لك، ما ادخلوا علي. شكرا شكرا لك اخ علاء. بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم أخي أفل، أقول للإخوان الثوار الشعب العراقي البطل يقوم الثورة على السياسيين ويخلوهم في الحاويات مع الزبالة وإعادة قدرهم لهم، وأن يعيشوا العراق. أخوكم من بغداد أبو قسورة. رسالة ثانية، السلام عليكم، أنا أبو عمر من الناصرية. حياك الله أخوي أبو عمر، أرد أشارك بالبرنامج. تفضل أخوي العزيز، لكن الاتصالات مو على رقم الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفه هنا، هذا مو للاتصالات، هذا للرسائل بس. إخواني الأعزاء، باليابان انقطعت الكهرباء نص ساعة بوقتها. احنا من طلع وزير الكهرباء اللي أقيل من منصبه استغربنا من اللي دا يصير، لأنه ظل منحني لأبناء الشعب العراقي نص ساعة اعتذار من عنده عن قطع التيار الكهربائي عن أبناء الشعب الياباني. 18 سنة العراق ما بكهرباء، إذا نص ساعة انحنى لأبناء شعبه نص ساعة، 18 سنة أبناء الشعب العراقي، شنو المفروض يسووه بالسياسيين حتى يردون اعتبارهم نتيجة السلب والنهب والسرقات اللي صارت في كل صفقات الدولة العراقية بالطاقة وبالكهرباء وبالنفط وبالاتصالات وبالزراعة وبالصناعة وبالتربية وبالمناهج وكل شيء. كل شيء اليوم بالعراق بفساد وبسرقات، والنتيجة أنه العراق من سيء إلى أسوأ. واليوم هم نفسهم اللي الشعب العراقي رافضهم، واللي ثوار تشريط نطاو شرط انه الانتخابات ما يشارك بها اي واحد شارك بالعمليه السياسيه من 2003 الى حد هاي اللحظه، هم نفسهم اللي يريدون يفوزون وقاعدين يتعاركون، وهادي العامري وغيره وغيره يهددون بحرق بغداد مثل ما قالوا اخواننا المتصلين، او حرق العراق. والسبب هو المنفعه الماديه لهم، واللي راح يوقع بيها واللي ينداس بين رجلين هو ابناء الشعب العراقي اللي نسميه بلهجتنا العاميه ابن الخائبة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.